السلام عليكم، انا طبيبه عامه رئيس وحده عمر احمد، رئيس مصلحه. بون تعام عملت مع الزميله بنترادي اسماء، ومن الزميله سي اختي صغيره اللي دخلت تموشات خدمه سيدي سعيد. هاد الطبيبه شنو نشوف فيها؟ نشوف فيها في حب العمل، حب المريض، احترام المهنه تاعها. بعد بون كما قلت المشوار تاعنا تفرقنا، كل واحد راح لبلاصه. هي راحت في الدي اس سي وحده المتابعه والكشف، كنا كما قال في كل في اطارين مختلفين بصح. الو اسماء، عندي طفل غادي نبعثه لك. جامي قالت لا، بورتون الاطفال ماشي تابعين ليها، باسكو كل واحد عنده حيز تاعه. يعني التعامل المهني، التعامل المهني. شوف فيه الطفل محتاجها، قول لك بارك الله فيك، التعامل المهني. خاصنا حاجه هاكو الدور. ساعتي غزت طبيبة في المستوى مشارك من ولا نجح كبير إن شاء الله، يا ربي يوفقها، إن شاء الله بارك الله، يا ربي يوفقها ويسخرها إن شاء الله، يا ربي إن شاء الله بارك الله. كما إحنا غادي نفقدوها في معنا في البيبليك، بصح معليش، ثاني في الخاص تكون كما قال لك تكون مساعدة للبوبيلاسيون. إحنا نتمنوا لهذه العيادة ما تكونش غير عيادة خاصة بها، إحنا نتمنوا لها عيادة تكون عامة، يعني مدرسة. إذا كانت هي تخرجت على معكم انتوما، قادر هي غدوة تخرج جيل وخد آخر حتى تتواصل هذه المهنة. لا، هناك تكامل بين الخاص. بارك الله فيك. ونكملوا بعضياتهم بعض. طبعا. ماشي راحت خاصة هي ماهاش معنا، كملوا معنا. خدنا وزميلتنا كما قال لك، كما قال لك إلى الأبد إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيك. نتمنى لها التوفيق إن شاء الله. شكرا، شكرا، بارك الله فيك.